اهلا بكم في تاسك جديد من التاسكات اللي بنعملها في دبلومه الامبيدد سيستم بانفينيتي تك. النهارده هنتعلم او هنتكلم عن تاسك لذيذ، وهو ازاي تتحكم في اتجاه حركه وسرعه دي سي موتور من خلال الموبايل ابلكيشن على الاندرويد. طبعا التاسك ده هو الكور لروبوتس كتير او لشغل كتير، زي ان انت مثلا بتعمل ماينز اوبر او ايا كان او ار سي كار. فهو النهاية بدل ما انت بتتحكم في موتور واحد بتتحكم في اربعه، بس هو نفس الكونسبت ونفس الشغل. اولا احنا طبعا التاسك ده بيعتبر ابلكيشن على مديول اليو ارت، فالمفروض ان انت قبل ما تشوف التاسك ده تكون عارف يعني ايه هو اليو ارت وازاي بتستخدم بروتوكول اليو ارت مع المايكرو كنترولر بيك. احنا بنشتغل على المايكرو سي، طبعا تقدر تقرا عن اليو ارت من خلال اللايبرري سبورتنج لايبرري اللي موجوده في برنامج المايكرو سي. البلوتوث اللي بنتكلم عنه النهارده الاتش سي 05 والاتش سي 06، الاثنين زي بعض مفيش فرق. طب هل هو بيفرق معايا في البرمجه؟ لا، هو ما بيفرقش معايا في البرمجه خالص. اول التوصيل بتاعه الار اكس بيتوصل بالتي اكس بتاع المايكرو كنترولر، والتي اكس بيتوصل بالار اكس، والبقيه التوصيل بقيه البنات بقى ترجع للداتا شيت او زي ما انت شايف. يعني الموضوع بسيط خالص، مش بيفرق معانا في حاجه. طيب تعال نشوف التاسك بتاعنا. التاسك ده لزميل من جروب 22 البشمهندس ماجد، تاسك لذيذ، فتعال نتكلم عنه. الدنيا ماشيه ازاي؟ عندي هنا الموتور، طبعا دي سي موتور متوصل الدايركشن كنترول اي ان 1 والاي ان 2 من بتاع ال 293 دي على الار بي 0 والار بي 1، الانيبل على سي سي بي 1 اللي هو بالس اوس ميديليشن 1 من بيك 16 اف 877 اي، وموجود عندنا هنا الفيرتشوال تيرمينال بيحاكي الجزء بتاع البلوتوث مديول. طبعا في ناس بتركمند ان انت تدور على بروتوس اتش سي 05 لايبرري او الباكج بتاعته وتجيبها وتحطها وريفر، مش هتفرق معانا كتير. لو معاك البلوتوث مديول وانت بتجرب عملي هيكون الموضوع ابسط، لكن الفيرتشوال تيرمينال هنا بتادي نفس الوظيفه. طب تعال نرن السيميوليشن ونشوف. هنا الفيرتشوال تيرمينال المفروض وانت شغال ما تنساش تعمل كليك يمين عليها وتكتب ايكو تايب كاركترز عشان يظهر لك الموضوع. هتلاقي ان احنا عاملين مثلا حرف البي بيعكس الاتجاه، وخلي بالك احنا شغالين بي كابيتال او بي سمول، كذلك برضو الاف اكس اتجاه سمول او كابيتال، لان الموضوع ده نزل هنتكلم في البرمجه احنا عملنا دي النقطه ازاي. وفي حروف، معلش استنى انا نسيت الحروف، تعالى نرجع تاني نبص نشوف بقيه الحروف. في عندنا ال وار، الاثنين دول هم اللي بيتحكموا في السرعه. هتلاقي ال عندك بيبدا يقل السرعه، ركز مع الموتور، هتلاقي السرعه بتاعته بتقل معانا خالص اهيت، تمام. احنا عاملين ان هو يقل ب 10%، والار هتلاقيه بيزود السرعه موجود تاني عندنا. طبعا انت تقدر الكاركترز او الحروف دي انت اخترتها على اساسها يا باشمهندس، على اساس الابلكيشنز اللي انت بتشتغل عليه على الاندرويد ايا كان هو ايه، بتجيب من الاعدادات بتاعته وتشوف الكاركترز اللي بيبعتها ايه في كل بطن او في كل ضغطه وتبدا تبرمج على اساسها. او لو انت كويس في الاندرويد ابلكيشن تقدر تعمل لك ابلكيشن صغير بيقضي الوظيفه اللي انت عايزها، ولكن طبعا احنا شغالين على اي ابلكيشن تقريبا ار سي كنترولر اي حاجه، بحيث ان احنا نقدر نتست لما كنا بنطبق المشروع ده عملي. طيب تعال نبص على الكود سريعا كده. طبعا احنا بنشتغل على المايكرو سي، البروجكت بقى موجود على المايكرو سي هنا زي ما انت شايف، ولكن انا بوري لكم الكود على النوت بلس، نوت باد بلس، بحيث ان هي طريقه عرضها اسهل. زي ما قلت الشغل ده بتاع الباشمهندس ماجد زميل ليكم في جروب 22 تقريبا. هنا المهم بدا بانه عرف الفاريبل بتاعته وعمل كار انبوت، ده عشان هيريد او هيستقبل على الحرف اللي جاي من البلوتوث مديول. وهنا انساين شورت سبيد وعمل شورت 1 تايب، لان احنا عارفين ان البالس اوس ميديوليشن البارامتر ده بيبقى من 0 ل 255. هنا محدد الانبوت والاوتبوت طبقا للبنات اللي انا موجوده اللي انا قلت عليها. طبعا انت هنا ما بتتكلمش على البنات بتاع اليو ارت خالص اللي هو ار سي 2 وار سي 3، مالكش دعوه بيهم، ده الانيشاليز اللي موجود هنا للمكتبه هو اللي بيحددهم. لو انت عملت حددت لهم هو انبوت والاوتبوت ده ممكن يعمل كونفليكت مع المكتبه، فبالتالي تلاقي الكوميونيكيشن مش شغاله معاك. طيب النقطة نمبر 1 وانت بتراعيها انك بترجع للداتا شيت بتاع ال HC05 وتشوف البود ريت اللي هو بيشتغل عليه كام. ممكن هو طبعا الديفولت بتاعه 9600، وهتلاقي في الداتا شيت ازاي تقدر تعدل الكلام من ده عن طريق ال AT commands تقدر تشوفها. لو هو مثلا افترض انك بتتعامل مع بلوتوث تاني وليكن HM-10 ولقيت الديفولت بتاعه ان هو بيشتغل على 11200 بود ريت، فده معناها انك هتعمل انيشاليز للمكتبة هنا بنفس البود ريت.
الدليل اللي بيتحط هنا ده ريكومندد او تيب موجوده من المكتبه بتاع اليو ارت عشان خاطر نستنى شويه لحد ما البود ريت اللي المديول بيجنريته يكون ستيبل، وبيركومند من 100 لحد 200 ملي سكند، وهنا حط 200 ملي سكند. طيب البروجكت ماشي ازاي جوه الوايل 1 سوبر لوب؟ موجود عندنا هنا اول حاجه ان انا عامل انيشال كونديشن ان الموتور اول ما يشتغل، يبقى اول ما البروجكت يشتغل الموتور يكون ماشي بسبيد معين اللي هو اللي احنا طبعا حاطينه الموجود عندنا هنا سبيد الانيشال فاليو له 128، يكون ماشي بنص السرعه، وعاملين الاتجاه الحركه بتاعه ان هو يكون وليكن كلوك وايز زي ما احنا كنا شفناه في السيميوليشن. اهو نرجع تاني هنوقف السيميوليشن، شغل السيميوليشن، هتلاقي اوتوماتيك من قبل ما انا ابعت له اي حروف بيشتغل. طبعا انت ممكن تعمل الانيشال بتاعك ان هو ما يتحركش او ان هو يفضل واقف مستني منك امر، ده على حسب، ده مجرد تاسك مش براكتيكال بروجكت انت هتغير فيه زي ما انت عايز، احنا بندي لك كونسبت شغل بس. بعد كده جينا هنا عملنا عملنا الريسيت للانبوت اللي هو اللي انا بستقبل فيه، ببدا هنا بستخدم بقرا بعمل ريد من اليو ارت وبخزن فيه الكار فاريبل اللي عباره عن حرف انبوت. بعد كده بيدخل في سويتش كيس. طب خلي بالك الحته دي حلوه قوي لان احنا هنا حلينا المشكله بتاعت هو الابلكيشن بتاع الاندرويد يا باشمهندس بيبعت حروف كابيتال ولا سمول ووجع دماغ، فاحنا هنا خليناه يشتغل على كانه كابيتال او سمول، ابعت انت براحتك بقى سواء الحرف كابيتال او سمول، او اشتغل معانا ان احنا كبيرنا الكيس وخليناها بتقبل الاثنين كاركتر اللي بيجي هنا، فلو استقبله كابيتال هيتحقق ده، استقبله سمول هيتحقق ده. ده طبعا فورورد بيخليه يلف في الاتجاه مع عقارب الساعه، البي بيعمل ريفرس الاتجاه الحركه، ال بيزود السرعه زي ما انت شايف بيزودها ب 10%، وال معلش ال بيقلل في 10 ب 10 ب 10 والسبيد هنا عندي الار بيزود. كود بسيط جميل جدا ولذيذ جدا، وزي ما قلت لك ده تاسك بيؤدي الى ان انت تقدر لو خدت الفكره تقدر تعمل عليها كنترول في اي روبوت صغير او روبوت كبير حتى ايا كان اللي هيختلف معاك، مش البرمجه اللي هيختلف معاك، الشغل هاردوير بس كده. استنونا في تاسكات تانية، نشوفكم على خير، سلام.